الماسل دي اسمها فليكسور هالوشيز لونجس. احنا اتفقنا ان الماسلز الديب ماسلز اللي موجوده في البوستير كومبارتمنت، واحده بتطلع من التيبيا والتانيه بتطلع من الفيبولا، دي اللي بتطلع من الفيبولا. فالاورجن بتاعها فروم ذا لور تو ثيرد اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا فيبولا. يعني ادي الفيبولا اهي طالع من اللور تو ثيرد اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا ايه فيبولا، دي اسمها فليكسور هالوسيز لونجس. خد بالك هالوسيز دي كلمة هالوسيز يعني راحة للصباع الكبير اهي، المصل دي راحة للصباع الكبير اهي، عشان كده بيسموها فليكسور هالوسيز لونجس. يبقى دي بتتجه ناحية الصباع الكبير، يبقى الانسيرشن بتاعها انتو ذا بلانتر سيرفيس اهي، متجهة اهي راحة للصباع الكبير. ولونجس يعني اطول عضله تمسك في الصباع الكبير، يعني معنى كده ان دي هتمسك في التيرمينال فالانجيز، يعني الانسيرشن بتاعها انتو ذا ديستال فالانجيز، بيز اوف ذا ديستال فالانجيز اوف ذا بيج تو. بيج تو اللي هو الصباع الكبير، يبقى الانسيرشن انتو ذا بلانتر سيرفيس اوف ذا بيز اوف ذا تيرمينال فالانجيز اوف ذا بيج تو. يعني دي اسمها فليكسور لانها بتعمل فليكشن، هالوسز لانها راحه للصباع الكبير، لونجس عشان بتعمل انسيرشن في التيرمينال ايه فالانجيز. النيرف سبلاي بتاعها البوستيروتيبيا نيرف، الاكشن بتاعها بلانتر فليكشن اوف ذا ايه جوينتس، طبعا بلانتر فليكشن اوف ذا جوينتس اوف ذا بيج تو، يعني كل الجوينتس بتاعت البيج تو تعمل لها ايه بلانتر فليكشن، وبرده بتساعد في البلانتر فليكشن اوف ذا ايه انكل جوينت، يعني بتعمل بتساعد في البلانتر فليكشن بتاع الانكل، وبتعمل بلانتر فليكشن لكل الجوينت بتاع الايه البيك تو. لازم تلاحظ دي بتطلع من الفيبولا وبعدين الانسيرشن بتاعها في التيرمينال فالانجيز، بلانتر سيرفيس اوف ذا تيرمينال فالانجيز اوف ذا بيج تو. المسل دي اسمها فليكسور هالوسيز لونج.